صحر بلس ايمانها. انتوا عاملين زي بيت العز الدين الحسيني يا بيتنا، حاجه كده يعني. الاول ازيكم، عاملين ايه؟ كله تمام يا رب، يكون كله بخير وعالي العال باذن الله. انا عندي سؤال بالمناسبه، هو حد لاحظ انه اسعار الخضار والفاكهه نزلت ولا لسه ما حدش لاحظ؟ هقول لك انا بقى، انا لاحظت. ليه؟ يعني مثلا كيلو القوطه او في تعبير اخر الطماطم 5 جنيه، كانش موجود السعر ده. طب سيبك من القوطه، كيلو العنب كان من حوالي شهر، شهر وشويه كده يعني، فيش يعني شهر او 5 اسابيع بالكتير، كان ب30. انا بكلمك على الاسعار بالمناسبه، مش في اسواق اسمه ايه ده العجوزه ولا الدقي ولا في اسواق في السيده زينب ولا في سوق النصريه، انا بكلمك على الشيخ زايد و6 اكتوبر وما شابه. فكيلو العنب اللي كانوا بيبيعوه ب30 النهارده بالمناسبه ب12، وهكذا يعني، حاصل انخفاضات واضحة جدا في أسعار الخضار والفاكهة. البطيخ، بما أن بحب البطيخ، سعره نزل، بدل ما كانت البطيخة في الشيخ زايد ب35 بقت ب25، وهي هي نفس الحجم. وبمناسبة البطيخ، بدل المرة 19، أنا أنصحك لو سمحت ما تشتريش البطيخ اللي مضروب في الشمس طول اليوم ده، لأنه طبيعي طبيعي يتعبك، طبيعي يعني، انت طول الوقت قاعد مشغول. يا ما الذي حدث في البطيخ؟ اللي حدث في البطيخ انه مرمي في الشمس من صباحية ربنا في درجة حرارة 43 ولا 45، فبايظ، فحضرتك بتاكل البطيخ بيطلع بايظ. ده بمنتهى البساطة يعني، ده على اقل يعني حسابي، هو تقديري الشخصي، ما اقدرش افتيك بما يزيد عن ذلك. لكن اللي عايز اقول لك يعني، عادة ما تشتريش بطيخ محطوط في الشمس، اشتري بطيخ محطوط في الضلة بس. ادي كل القصه يعني. وبالمناسبه الطريقه بتاعت زمان، بتاعت اكسر البطيخه وشقه على السكين، وتلاقي الراجل بيسقف كده. ما تاخدش بطيخه على السكين، مش عشان هتطلع وحشه او حلوه، هي انت لما هتوصل بيت هتحمض يعني، في درجه حراره برضو صعبه هتحمض، ومش كل الناس عندها تكييفات في العربيات، ومش كل الناس عندها عربيات اصلا، فهتحمض. ده نمره واحد. نمره اتنين، ممكن يتسرب لها اي بكتيريا وحضرتك تتعب ومش عارف ايه. عاوز تنقي البطيخه مظبوط؟ طب هتيجي تقول لي ايه علاقه ده ببرنامج يعني سياسه؟ يا عم واحده واحده بس. انا من انصار انه، وهي بالمناسبه هي دي الحقيقه، هي السياسه هي مجريات حياتك اليوميه، وانت بتنقي البطيخه تروح على الزر بتاع البطيخه. لو داخل لجوه حلو والبطيخه تلاقيها مليانه كده تحس انها تنفجر، دي بطيخه كويسه. اخبط عليها وما اخبطش عليها، وخضرة وصفرة وبيضة وزرقاء، كل ده هنتريش اي كلام. الزر بتاعها هيبقى داخل لجوه، تحس كانها كوره منفوخه خلاص هتنفجر من كتر الانتفاخ. ده معناها ان البطيخه دي مستويه، ويكون الزر ده ناشف يعني، تحس ان هو خلاص كده بقى بيحجر يعني، ما هوش اخضر طري، ناشف متيبس يعني، تعرف ان البطيخه دي مظبوطه. ده هيجرنا الحاجه بالمناسبه، انا عايز اسالك سؤال. انا عارف انه في ناس ممكن ما يكونش عاجبها حاجات، حقه يعني، ده رايك. وفي ناس دايما تحب ان تدلي بدلوها، ما عنديش مانع، فلتدلي بدلوك واتكلم في كل الحاجات اللي نفسك تتكلم فيها يعني، مفيش حد هيحط على بقك بلاستر. بس السؤال، انت عارف كويس انت بتقول ايه؟ ده على سبيل المثال. الحاجة التانية، أنا عايزك تقعد تتخيل، أنا كنت بتكلم في كده مع زمايلي دلوقتي حالا، مفيش من ربع ساعة وإحنا قاعدين مع بعض يعني، بنتكلم في البرنامج وفي أخبار مختلفة وفي أسعار الدولار وفي الحرب، كل حاجة كل حاجة بطبيعة الحال شغلانتنا يعني. هو الرئيس لما بيجي يدير الدولة، والله العظيم ده سؤال قاعد واجع دماغي بقالي شهر شهرين، بيعمل إيه؟ إذا كان الواحد فينا علشان يدور مصروف البيت، وأنا بكلمك بجد وأظن كلنا ذلك الرجل، بيقعد يضرب يقلب علشان يجيبها يمين ويجيبها شمال، فنعدي بمصروف البيت دون ما يكون في عجز يعني، نبقى مسددين الأقساط ومصروفات المدرسة، وانتوا عارفين المدارس بتشطب دلوقتي، بس بيطلبوا المصاريف بتاعت الترم الأول بتاع السنة الجاية من دلوقتي برضو، منتهى الغتاتة يعني، بس ماشي. وطيب مش عايزين نصايف، حاضر ادي بند التصيف. عارف عبد المنعم مدبولي في 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 في, في ام العروسه وفي الحفيد، هو كلنا عبد المنعم مدبولي. تخيل انه مسؤوليه البيت اللي هو 4 5 6 7 افراد للدرجه دي مؤرقه، امال مسؤوليه بيت فيه مليون مواطن، 100 مليون مواطن، تبقى ايه؟ ده سؤال. السؤال الثاني، وده هنا على خلفية ان احنا بإذن الله سبحانه وتعالى مقبلين على الحوار الوطني، واللي انا احب انه ينجح نجاح حقيقي
وعلشان ينجح فعلا هذا الحوار يجب علينا جميعا أن نفكر ماليا كتير وبعمق، وإن احنا كلنا إذا كان أنا يعني أنا مش معرفش إذا كنت مدعو ولا يعني مش دي القصة، أنا بتكلم أيا كان يعني الناس اللي هيتم دعوتهم للحوار وهم رايحين، أيا كان الناس دي معارضة ولا موالاة، مش دي القصة خالص، كويس إن الكل مدعو. وانت رايح لازم يكون في عندك تصور متكامل لكل الملفات، يعني على سبيل المثال عندنا تصور متكامل ودقيق وعملي وتطبيقي لملف الطاقة في مصر، عندنا فائض طاقة، عندنا غاز طبيعي، عندنا كهرباء إلى خيلك، طاقة بديلة بقى شمس ورياح وما إلى ذلك. عندك تصورات وانت رايح الحوار الوطني لهذا الملف، واقعه ومستقبله بالحقيقة والرقم، وتصوراتك لتنمية هذا الملف وإحسان استغلاله، ده مثلا. طب مثلا ملف تحويلات المصريين في الخارج، طيب مثلا ملف قناة السويس، طيب مثلا ملف المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، طيب ملف المواني المصرية العظيمة، طيب ملف مثلا استزراع أو استصلاح الأراضي ثم الزراعة وزيادة الناتج في الحصلات الزراعية المختلفة، سواء إذا كانت غلال، حبوب، خضروات، فواكه، محاصيل حقلية، إلخ إلخ إلخ. كويس؟ طيب عندك تصورات بالمناسبة على مسألة التنمية الصناعية وزيادة أحجام الصادرات والوصول لمئة مليار دولار صادر، خد بالك، وأنه يبقى خلال 3 سنين، عندك تصورات؟ والتصورات هنا مش معناها ان انا ايه اروح طالع كده واقف كاني مثلا واقف ايه في مدرستنا في انتخابات اتحاد الطلبة وسوف نصل بصادراتنا الى 200 مليار دولار تصفيق حاد. ازاي بقى؟ السؤال اللي دايما هيوجه، ازاي بقى؟ لما نقول 100 لازم نقول ازاي، ولما نقول 200 نقول ازاي. لما نيجي نقول مثلا النهارده يا جماعه احنا شايفين انه احنا عندنا تصورات مثلا لاداره الملف الاقتصادي واستغلال الموارد الاقتصاديه المصريه بشكل افضل مما هو عليه، كلام جميل، انا احب انه يدار حلو قوي اكتر من كده مليون مره يا سيدي، حد يكره؟ مش كلنا كسبانين الحمد لله؟ مش احنا هنتنغنغ؟ نغنغني بس قول لي ازاي عشان انا وانا بفكر في كلامك اعقله واقول اه يا سلام، ده كلام جميل، ده كلام محترم، ده كلام عالي العال. لكن ان احنا هنتكلم بشكل قشري وخارجي لاجل ان احنا نسعد الجماهير بتصريحات رنانه، ده بالنسبه لي شيء غريب جدا وما بفهموش ولا احد سيفهمه بالمناسبه. وانه الجماهير التي قد تصفق لتصريح رنان هي اللي هتلاحق بعد كده يعني بالهجوم ومش عارف ايه لما يلاقي انه الكلام اللي بيتقال محدش قده. ده مثلا لما تيجي تقول لي مثلا الملف الصحي اقول لك طب ازاي؟ التعليم ازاي؟ يا ترى هل ترى ملف الثقافه وزاره الثقافه مثلا يعني ازاي؟ الشباب، الرياضه ازاي؟ كل حاجه لازم تقول لنا ازاي؟ انت موالاه، انت معارضه، انت في النص، ايا كان قول لي ازاي؟ عايزين كلنا هنا بقى، انا بكلمك من موقعي كراجل بيشتغل صحفي تلفزيوني، عايز كده باذن الله سبحانه وتعالى ابص اشوف انه اه ده انا عندي تصورات واضحه جدا محققه الارقام والوقائع، الحاجات دي كلها مطبقه بشكل او يعني قابله للتطبيق بشكل واقعي، ما هياش ضرب من ضروب الخيال. بما ان انا بتكلم على الحوار الوطني وفكرة التفاعلات السياسية وألوان الطيف السياسي المصري، فاحنا عندنا بطبيعة الحال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اللي عملت كيان، هذا الكيان النهاردة بيحتفل بمرور 4 سنين على إنشائه. الجيد في هذا الكيان إنه جمع عدد لا بأس به على الإطلاق من أطياف مختلفة من ألوان الطيف السياسي، جمعها كلها علشان تتفق أو تختلف، المهم إن احنا هنلعب سياسة صح. معانا على التليفون النائبة سهى سعيد وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. ازيك يا ست النائبة؟ اهلا وسهلا يا معالي النائب. عامله ايه؟ اخبارك ايه يا سهى؟ الحمد لله تمام. الحمد لله والشكر لله. كل سنه وانتم طيبين بالمناسبه، وتهانينا على مرور 4 سنين بمنتهى النجاح في التنسيقيه.
متشكرين جدا، هسمح لي من خلال يعني قناة حضرتك أو برنامج حضرتك إني أهني كل زمايلي في التنسيقية على مرور 4 سنوات من هذا النموذج الناجح اللي الحقيقي يعني كان بعد محاولتين قبل كده لم يحالفهم النجاح، لكن الحمد لله النموذج ده قدر يستمر ويكمل. يعني خلينا نقول لم يحالفها النجاح المرجو، مش هنقول لم يحالفهم النجاح في المطلق. يعني كانت هنقول ان هي لم يكتمل، يعني كانت ناقصه خبرات لم يكتمل، بس قدرنا الحمد لله ان احنا المره دي نكمل ونوصل للشكل اللي حضراتكم شفتوا عليه. نقدر النهارده نصف تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين بانها ناجحه بدرجه كام في المية؟ هنقيس نجاحها ازاي عشان نقدر نقول نجاحها بدرجة كام في المية؟ هنقيسها على قدرة، وحضرتك طبعا قادرة، قدرة الكيانات المشابهة لكيان زي التنسيقية على الاستمرار بهذا الكم التنوع الفكري والايديولوجي والتوجهات الموجودة بداخلها. مجرد استمرارنا ده في ذاته نجاح، لانه من الصعب جدا ان احنا نقدر طبعاً نجمع هذا العدد من المختلفين بالذات في هذه الفئة العمرية على في منصة حوارية واحدة، ويكون كمان لها مخرجات، ويكون كمان لها لجان وليها تحركات، وبيروحوا سوا يمثلوا التنسيقية في أماكن بالرغم اختلافاتهم. الحقيقة ده لوحده جهد آخر. كمان نقدر نقيس نجاحها على أن كل العمل فيها تطوعي، بالرغم أن احنا بنشتغل بمؤسسية يعني درجة كبيرة. احنا عندنا مركز إعلامي، وحضرتك إعلامي وعارف معظم أعضاؤهم متطوعين في التنسيقية، وهم يعملون أيضا في مواقع إخبارية وقنوات تلفزيونية، ولكن عملهم بشغف داخل التنسيقية خلى مستوى أدائهم بهذا الشكل، يعني خلى مستوى المخرج الإعلامي للتنسيقية بهذا الشكل. عندنا كمان الاجتهاد في العمل، ونحن واقعيين واحنا بنطرح افكارنا، بنعلم المنضمين الجدد ازاي يعمل ورقه سياسات تكون مكتسبه من الخبرات كلها ومن التجارب الدوليه كلها، وفي نفس الوقت متسقه مع ادوات الدوله وواقعنا الذي نحياه، مش افكار خياليه هيبقى صعب ان انا انفذها. بنحاول قدر الامكان ان احنا يكون عندنا انفتاح اقليمي. انا عندي اعضاء من الواحات ومن شمال سيناء ومن جنوب سيناء ومن اقصى الصعيد، فيعني بنحاول ننفتح اقليميا. بنحاول كمان ان احنا يكون عندنا تنوع في التخصصات. انا يهمني قوي التكنوقراط اللي بخلفيه سياسيه، وده لازم يتم اعداده اعداد جيد، وبالتالي احنا فتحنا العضويات للي هم ما عندهمش خلفيه سياسيه ولكنهم متخصصين في ملفات بعينها، علشان مع الوقت يبقى عنده هذه الخبره. الحقيقه عمليه المعايشه في التنسيقيه ما بين نواب مجلس نواب ونواب مجلس شيوخ وتنفيذيين وكذا، دي خلقت حاله من النضج عند الجيل الثاني والثالث داخل التنسيقيه، يعني هم اكتسبوا بالخبره، بيقدروا يروحوا يناقشوا في زيارات التنسيقيه الوزراء وهم مش قلقانين او مش خايفين او مش مرتبكين، وعارفين ان اسئلتهم مظبوطه وستريت تو ذا بوينت، وهياخدوا الاجابه اللي تقدر تفيدهم ويرجعوا يبنوا عليها افكارهم ودراساتهم. فالحقيقه التجربه يعني تقاس، نقدر معلش هضيف لك حاجه كمان، تقدر أربوك. نقدر نقصها بكميه طلبات العضويات على التنسيقيه واللي يعني عدت عشرات الالاف. انا عارف. نقدر نقيسها يعني الفيدباك او الانطباعات اللي بنتركها لما بنعمل مقابلات دوليه لممثلين اجانب داخل مصر او في الخارج. حلو. نقدر يعني الحقيقه يعني القياسات كثيره، ان احنا قدرنا ان احنا نحسن انطباع، اعتقد ذلك قدرنا نحسن انطباع الشارع المصري عن العمل السياسي. النهارده الاهالي بتسمح لاولادها ان هي تنضم للتنسيقيه او تشارك في التنسيقيه وبتبقى سعيده. الاول احنا كنا بنعاني لما كانوا لما طبعًا. كنا بنقرر نضم الاحزاب، اهالينا كانوا بيقفوا في وشنا. اول حاجه ابعد عن السياسه يا ابني، ابعد عن السياسه يا ابني. النهارده انا مش بسمع كده وبحس بامان واريحيه، يعني كوني امين سر التنسيقيه فيمكن عندي تواصلات اكثر وتواصلات اجتماعيه مع الاعضاء، فانا بقدر بحس باريحيه الاهالي واطمئنانهم لان اولادهم وسط كيان امين عليهم هيعلمهم. ما عندناش انانيه، ما حدش عايز يعني يطلع على حساب الاخر، وفي نفس الوقت امنين عليهم ان ما فيش حالات استقطاب. طيب سهى، خليني عايز اتكلم معاكي يمكن بشكل مختلف حبه بقى، فكره كده واحنا بنتكلم يمكن اتكلمت فيها مع بعض الزملاء. بصي، كراجل ماركسي عتيد دايما كان، انت عارفه الماركسيين دايما مهتمين بالادلجه.
ايوه والتنسيقيه مش مهتمه بفكره الادلاجه خالص. بالعكس التنسيقيه والله. بتبني كادر سياسي عايز تحتفظ بيساريتك بالليبراليه زي ما انت عايز، ملناش دعوه، المهم ان احنا نقف على ارضيه وطنيه واحده، اما ايديولوجيتك فانت حر فيها. كويس؟ طيب الجماعه اليساريين اللي زي حالاتنا دول دايما كان يبقى في عندنا جوه التنظيمات تنظيمات كده بتاعه الاطفال الزغنططين، طلائع، بس كنا بنادلجهم بقى. تمام، حلو. طيب اللي انا بفكر فيه معاكي بصوت عالي هو بعيد تماما عن الادلجه، هي فكره ان انا عايز اطلع اجيال جديده عقليتها وشخصياتها اتبنت على الترتيب وعلى الهيكله وعلى الكرييتيف ثينكينج او يعني التفكير الابداعي والتفكير في ايجاد حلول ابداعيه اللي هو الكرييتيف بروبلم سولفينج الى اخره. وانا بظن بالتجربه خلال الاربع سنين، وربنا عالم ان انا شهادتي فعلا حقيقي يعني بقولها بمنتهى الاريحيه، اداء نواب التنسيقيه اداء رائع جدا. طيب ما نعمل حاجه سميها بقى الطلائع، نسميها النسور الصغيره زي ما يكون، بس يبقى في عندكم حاجه من عمر 6 أو 7 سنين هي معسكرات لتنميه مهارات الاولاد والبنات فقط لا غير. نحن لا نؤدلج ولا حتى نتحدث في السياسه، احنا بنعلمهم شويه تاريخ على شويه بناء شخصيه على قدرات ابداعيه على ازاي نقدر نفكر نرتب نفسنا ونرتب يومنا ونلعب رياضه وحاجات زي كده. ما فكرتوش في حاجه زي كده يا سهى؟ طب هقول لحضرتك حاجه، هو احنا اتعلمنا من فخامه الرئيس ان احنا لا نعلن عما نفعل الا بعد ما يبقى محرك حقيقي وشايفينه للنور. حلو. اولا احنا بنعمل بروتوكولات مع الجامعات ودي فئه عمريه اكبر شويه كتير من اللي حضرتك بتتكلم فيها. ماشي. الفئة اللي حضرتك بتتكلم فيها احنا عندنا شكل من اشكال التصور واللي استنبطناه بعد مجموعة من الاعمال الدرامية اللي شفناها في رمضان، استشعرنا بشكل ما ان احنا محتاجين يكون في شكل من اشكال التواصل مع الاجيال دي تحديدا، فابتدينا نبلور الفكرة وبس، يعني مش هينفع نتكلم عنها دلوقتي الا لما نحس ان فعلا بقى عندنا منتج نقدر نقدمه. واوعدك ان المنتج ده هيبقى مشبك مع اكتر من ذراع اخر وهيخدم هيعيد استخدام ادوات ومنشآت للدوله يمكن لا يتم الاستفاده منها بالشكل المرجو حاليا. طبعا بعني قصور الثقافه ومراكز الشباب وكذا. حلو. ولكن الاول نبتدي نتبلور الفكره، مش ما ينفعش احرقها يعني. أنا طبعا مش هينفع اتكلم فيها طبعا، بس احنا عندنا فعلا يعني مخطط او بلان لكده، اعتقد ان هيتم الاعلان عنه في الاستراتيجيه الجديده اللي في شهر 11 اللي جاي. ارجعوا بقى للجماعه الشيوعيه اللي زي حالتنا، هندد لكم خبره مش بطاله. على فكره هم عندنا والله يعني هو عمرو عزت محافظ الالقاب، النائب عمرو عزت والنائب علاء عصام والنائب عندكم علاء طبعا. يعني مش عايز اقول لك ان احنا واحنا علاء ده كارل ماركس التنسيقيه ده حبيبي يعني ووالده راجل عظيم. بس خليني اقول حاجه بالنسبه للايديولوجي، هي الايديولوجي مفيش دوله بتحكم بكتالوج الايديولوجي، هو الحقيقه الايديولوجي دي في خلطه، يعني في ملف ينفع عالجه باليساري وبالاشتراكيه وملف لازم يتعالج بالراسماليه وملف اخر انا محتاجه فيه نزعه قوميه شويه، ملف اخر محتاجه انفتاح يعني مختلف شويه، يعني اعتقد ان هي لازم خلطه كده الشاطر اللي بيظبط حوكمه اللي يقدر يطبخها مظبوط. صح معاكي 100%. انا بشكرك جدا 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 يا سهى، كل الشكر ليكي سياده النائبه سهى سعيد وكيل لجنه الاعلام بمجلس الشيوخ وامين سر تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. عندنا اي تليفونات تانية قبل ما اطلع الفصل؟ قولوا لي قبل ما اجري. ايه ده دكتور محمود المتيني ده يعني من الناس المفضله جدا على قلبي جدا. قول لي ليه؟ لأن الدكتور محمود المتيني من رؤساء الجامعات اللي فعلا تفرح وتفتخر ان هم موجودين بيترأسوا جامعات كبيرة ومهمة وعريقة زي جامعة عين شمس على سبيل المثال. تفضل الدكتور، وبالمناسبة رجل لا يتأخر عن حد، واحنا متذكرين حتى لما كنا مرة بنتكلم من 3 أسابيع في موضوع يعني بنت من بناتنا وكنا محتاجين متابعة ليها فحصلت والحمد لله. دكتور محمود المتيني بالمناسبة بقى، وده اللي احنا هنشوف التقرير النهاردة، رئيس جامعة عين شمس بيفتتح مسرح طلعت حرب في كلية التربية النوعية بعد ما تم تجديده وتطويره بأحدث تقنيات الصوت وعلى أعلى مستوى، حاجة تليق بتاريخ المسرح
وتليق بجامعه عين شمس. بالمناسبه امي ربنا يديها الصحه اداب تاريخ عين شمس، فانا عندي انحيازات ناحيه عين شمس، وانا اصلا مش خريج جامعه القاهره، فانحيازاتي هنا تمام مش هتؤدي الى اي حساسيه. اخويا الكبير هو الاستاذ في جامعه القاهره، واكد الحقيقه الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعه انه تاريخ طلعت حرب يستحق التوثيق، خصوصا انه كان له فضل في إنشاء العديد من الشركات والمؤسسات المالية والاقتصادية اللي أصبحت ركيزة اقتصادية هامة لمصر. وده فعلا طلعت حرب مش بس مجرد رجل مؤسس لبنك، طلعت حرب عظمته وقوته وقدراته الفائقة تكمن في استشرافه للأوضاع الاقتصادية المستقبلية، وإزاي يقدر يخلق أزرع اقتصادية في مختلف المناحي لإدارة الاقتصاد المصري عبر منظومة اقتصادية مصرية اسمها بنك مصر. دي كانت عبقرية طلعت حرب. بالمناسبة ناس كتير تعرف تعمل بنوك، بس مش ناس كتير تنفع تبقى طلعت حرب، فعشان كان بيستند للحقيقة والرقم والإدارة الفاعلة الواقعية بقى طلعت حرب. شوفوا التقرير ونرجع نكمل الكلام. احنا النهارده في بنفتتح مسرح طلعت باشا حرب، تم انشاؤه في 1920، اتعمل يعني داخلين في 100 سنه وشويه. وطلعت باشا حرب عمل حاجات كتيره قوي. هذا الرجل العظيم يستحق كل التكريم، اسمه وعائلته، ولازم اللي احنا نحافظ على كل حاجه سابها. المسرح ده يعني شهد احداث كتيره قوي، وكان من ضمنها في الاربعينات غناء السيده ام كلثوم عليها، واحداث اخرى كثيره. ولكن في 2010 للاسف حصل حريق فيه، ومن جزء التاريخ توقف العمل فيه. وطبعا احنا في كليه تربيه نوعيه اللي هي نشاطاتها موسيقى ومسرح وكل نشاط فنيه، فكان هو المكان الطبيعي للطلبه والدراسات العليا وخلافه. النهارده يعني بنفتخر ان احنا بنعيد افتتاح مسرح طلعت باشا حرب في كليه التربيه. المسرح ده كان تعرض طبعا لحريق، والنهارده احنا بنفتخر ان احنا بنعيد افتتاح هذا المسرح اللي شهد ام كلثوم كانت بتغني فيه. وبشكر طبعا الدكتور محمود المتيني على ان هو قدر يخلص سريعا افتتاح هذا المسرح. طبعا بنفخر كعائله وكاي مصري بوجودنا النهارده في ملكان المطور العظيم ده، اللي بيستقبل المواهب وبيقدم النهارده كل الفنون وكل التطور اللي موجود في الدولة النهاردة الحديثة من خلال الكلية وجامعة عين شمس وكل من ساهم في هذا التنمية. مبسوطة جدا طبعا الكلية اتطورت بالشكل ده. احنا كقسم اعلام عندنا مسرح، فالمسرح مهم بالنسبة لنا ان هم يقدوا عليه العروض بتاعتهم، ومبسوطة طبعا بالكلية وهي بتتقدم كده، والتطورات الكتير اللي حصلت فيها شكلا بقت كويسة. يعني المسرحيات عامة بتبقى هادفة شوية، يعني أنا حضرت كذا مسرحية لقسم مسرح عندنا، المسارح بتبقى هادفة، بيقدموا محتوى كويس. كان في مسرحية للأطفال كانوا بيتكلموا عن التنمر وكده، فأنا شايفة إن هي حاجة كويسة يعني، بس اللي يشتغل بقى عليها. جميع الوزارات تضافرت لعودة السياحة،
وهي المنظومة كلها منظومة بتقوم على تضافر كافة الوزارات لعودة السياحة المصرية. كان مهم جدا ان احنا ننقل للسائح الاجنبي قد ايه مطاراتنا آمنة، قد ايه ان احنا متبعين كافة الاجراءات اللي نصت عليها منظمة الصحة العالمية. لجأنا الى منظمة عالمية اللي هي الـ ACI علشان تعتمد مطاراتنا، اعتمدت 11 مطار علشان تدينا درجة الاعتماد ان مطاراتنا آمنة والاجراءات الاحترازية متبعة بنسبة 100%. ثم جددنا هذا الاعتماد في مطلع عام 22 وجاري الاعتماد لباقي المطارات للتجديد للعام الثاني على طول. السائح لما كان بينزل في الغردقه وشرم كان بيجي يقعد اسبوع، بيحب مثلا يروح الهرم والمتحف كده، فطبعا كان موضوع صعب جدا. دلوقتي مطار سفنكس اللي اتبنى جنب الهرم والمتحف اللي اتنقل قدام الهرم دي حاجه طبعا جميله جدا، ان السائح ممكن نعمل دوميستيك فلايت بدل 5-6 ساعات ان هو يجي باص يجي بطياره لمده 50 minutes. انا شايف ان مطار سفنكس ده هيبقى مستقبل مصر. بالنسبه للرحله احنا عندنا بيتم دخول المطار بالنسبه للطقم قبل الرحله بحوالي ساعتين، تاني نراجع مع بعض الاجراءات الاحترازيه اللي بناخدها على الطياره اللي هي المفروض تتعمل في كل مرحله. احنا الحمد لله دلوقتي تخطينا المرحله الاولانيه بتاعه الكورونا، الحمد لله احنا في وضع احسن بكتير. طبعا ساعدنا كده اجراءات اللي بتاخدها الشركه، الراكب كل واجباته سواء كانت كولد او هوت ميل على بعض الرحلات بتبقى بري تاج وسيل احنا لا نتعامل معاها ولا نلمسها. I like Egypt. I was in Egypt many, many times. I like sea, people, kitchen, weather, sun, mountain, best place, best sea, best reef. I really enjoy to stay in Sharm el-Sheikh and Egypt. So it's a very beautiful and colorful place. That's Red Sea, it's so beautiful. I love to stay here for that time. It's a beautiful place and I'm very happy to be here. And I know after the COVID and the Corona, it's a little bit hard to go to hike and to travel, but it's worth it, I'm telling you. В Египте, кто конкретно не был на Синайском полуострове, чтобы посетить это благодатное место, так, вот мы сейчас находимся в Блюхоле, это прекраснейшее место. And we like Egypt so much, and we decide to return again in autumn. I go diving. I come 2 times a year for vacations, and I feel safety here. It's no problems. I travel the world on my own. I've been here for nearly 5 years by myself. 100% safe. Whatever time you go out at night, in the morning, yeah. But I have to say that Egypt, okay, is one of the best places that we've had to come visit. And it's been a great vacation. We're here at Mount Sinai, and it was spectacular this morning. Thank you. I hope anybody who wants to come to Egypt will come here and enjoy the spectacular things that Egypt has to have. And enjoy the people and the food and all that there is that Egypt has to show you. It's a trip of a lifetime. We'll be right back.
لا أستطيع ذلك بوصفه بأنه تقرير، هو أحلى من كونه تقرير وخلاص. الحقيقة اللي حضراتكم اتفرجتوا عليه ده من يعني صنع إيدين المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بصراحة، وحلو قوي قوي يعني. وبعدين كويس قوي أنهم وصفوه بالجزء الأول من البداية كده، دي سلسلة فيديوهات مصر من هنا تبدأ الرحلة. ايه بقى اللي عجبني بالمناسبة؟ اولا انه المزيكا بتاعته حلوة جدا جدا، البيت بتاع المزيكا حلو، الناس اللي بتتكلم كلها to the point او مباشرة جدا في كلامها، وبيقولوا كلام منطقي وواقعي. الحاجة الاحلى واحلى ان مفيش اي محسنات على المشاهد اللي حضرتك شفتها، هو ده لون المياه، هو ده شكل البلاج، هي دي شكل المدن السياحية بتاعتنا. وبالمناسبة هي مصر عبارة عن مدينة سياحية كبيرة، يعني هي دولة كبيرة، أمة عظيمة عريقة، مفيش خلاف، لكن هو كل شبر في مصر يصلح للسياحة. كل شبر بالمعنى الحرفي لكلمة كل شبر، يعني يا راجل ده انت لو رحت صحراء فاضية تصلح للسياحة، علشان بيتعمل دلوقتي مش عارف حاجة اسمها الساند سيرفينج ولا مش عارف ايه، ناس بتتزحلق على الرملة، اخترعوا لها رياضة، وبعدين الناس بتتكلم عليها انها رياضه ممتعه ولطيفه جدا. ده على سبيل المثال. والله عاوز سياحه دناء موجود، عاوز سياحه شاطئيه موجود، ومفيش احلى من كده. مصر فيها بلاجات واماكن للسياحه الشاطئيه والغطس والاسترخاء احلى من اللي موجود في المالديف وفي القمر وفي موريشيوس. مصر فيها كل حاجه انت عايزها. سياحه سفاري في الصحراء عندي، سياحة شاطئية أهلا وسهلا، استرخاء يا مرحب يا مرحب، سياحة علاجية تنور وهتنبسط، سياحة ثقافية وزيارة المعابد والمش أهلا وسهلا جدا برضو. كل يا أخي سياحة الأكل، وبالمناسبة المطبخ المصري مطبخ مظلوم. طب أنا أقول لك حاجة والله بتكلم جد، عشان كنت أسمع كتير جدا على مسألة أصلا المطبخ المصري فيه إيه، يعني رز وملوخية وأرانب ومحشي كروم ويعملوا لي كده. طب مصر عندها اكله مره هبقى اقول لكم عليها كده اشرحها لكم بالتفصيل، اسمها التفاحيه. التفاحيه دي اكله قديمه جدا في مصر، قديمه من قد ايه؟ يقال انه وصفاتها المكتوبه اظن تمتد حتى القرن ال 14 زمان، يعني احنا بنتكلم في 1300 وحاجه. اكله بالتفاح، وانا تستغرب جدا المصريين بيطبخوا بالتفاح ليه؟ عموما يعني بفكرني اكلمكم على الاكلات والمطبخ المصري هو قد ايه عريق وثري، مش زي ما الناس متصوره ان هم اكلتين ثلاثه، لا خالص. طيب السياحه في مصر تستحق مننا المزيد بل والمزيد 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 من التركيز. يعني ايه التركيز؟ اولا اوحش حاجه في الدنيا انه يبقى بلدك من الوجهات السياحيه العظيمه على مستوى العالم وانت ما تعرفش عنها حاجه كمواطن، ودي حاجة مش لطيفة على الإطلاق. وتلاقي إخواننا الأجانب، روس على أوكران على إنجليز على ألمان على صينيين على يابانيين على أمريكان، عارفين الوجهات السياحية اللي في مصر أكتر مني ومنك 20 مرة، فدي عيبة في حقنا. ده واحد. اتنين، اليومين دول يومين حلوين. حلوين في إيه يا عم يوسف؟ ده الدولار مش عارف بكام. صح، بس هم حلوين عشان الدولار مش عارف بكام، لانه سيادتك سعر الدولار ده وسعر اليورو ده يشجع السياحه اللي جايه من بره. ايه ده يجي هنا بحفنه دولارات حفنه يوروهات يتنغنغ؟ تقول لي طب وهو ده اللي انت عايزه؟ اقول لك لا، ده جانب من السياحه موجود في الدنيا، اهلا وسهلا بيه، يجي ويأنس وينور. أنا عايز السياحة دي اسمها بيسموها كده سياحة باك باك، اللي هي سياحة الشبان، يعني معاه 1000 يورو عاوز يتشقلب بيهم هينورنا، ينفع ويجي الغردقة ويجي شرم ويجي جنوب سيناء، يجي أي حتة هيتنغنغ بال1000 يورو بتوعه دول. ماشي، بس أنا مش عايز تبقى دي بس السياحة اللي في مصر. ليه؟ عشان مصر وجهة سياحية تصلح إنها تبقى سياحة رفيعة المستوى. يعني معلش قبل بس المداخلة اللي معاك، أنا راجل عندي أعظم وأهم
وأقدم بناء في التاريخ وأعظم أثر في التاريخ، الأثر الذي حار فيه العلماء والمثقفين والوجهاء، الهرم. وعندي حواليه مجموعة أوتيلات مطلة عليه، وجنبي عندي أكبر متحف للحضارة الفرعونية في العالم اسمه المتحف المصري الكبير، وبالمناسبة إن هي إلا شهور وهلاقيه اتفتح، وفنادق مطلة عليه. هنا بقى يجي السؤال، وتسعير بقى الأوتيلات وتحديدا الغرفة المطلة على الهرم الأكبر ينفع؟ ده سؤال مش عاوز حد يزعل مني، سؤال. هنا بقى أنا بتكلم في إيه؟ سؤال. ينفع الغرفة الفندقية اللي مطلة على الهرم خبط لزق كده تتسعر كده؟ أقول رقم ولا ما يصحش؟ ما يصحش. هدي لك المقارنة والمقاربة، ينفع الغرفة الفندقية اللي بتبص على الهرم شايفاه كده عيانا بيانا بتتسعر بعشر الغرفة الفندقية اللي بص على برج إيفل في باريس؟ عشر. وعايز حد يقول لي لا يوسف انت مش عارف عشان اروح احجق. طيب فانا عندي حاجات مهمة جدا. طب خلوني بعد اذن حضراتكم يعني، وانا بتكلم بقى كده على السياحة، انا عندي ثلاث رحلات روسي منورين، اهلا اهلا وسهلا، منورين عندنا، وصلوا الى محافظة البحر الاحمر تحديدا على الغردقة في يوم واحد ما شاء الله، اللهم زيد اللهم بارك. معانا على التليفون سيادة اللواء عمر حنفي محافظ البحر الاحمر اللي بحبه وبموت فيه بصراحة. سيادة اللواء ازاي حضرتك؟ مساء الخير يا فندم. اهلا، ازي صحه حضرتك يا ست اللواء؟ ايه الاخبار؟ ربنا كله تمام بخير الحمد لله. ربنا الموسم الصيفي بدا في البحر الاحمر. والله يا فندم احنا يعني يمكن انا اقول لحضرتك على حاجه، احنا الموسم الرئيسي بتاعنا بالنسبه للاجانب بيبقى 6 و7 و8. الاجانب 6 و7 و8 عندنا؟ ده حر قوي. يعني هما بيفضلوا السياح او بيزيد يعني ان شاء الله باذن الله عدد السياح عندنا في 6 و7 و8. يمكن دوت عكس بقى السياحه الداخليه اللي هي بتبقى من اخواننا المصريين، طبعا بيفضلوا الوقت اللي هو ما بعد شهر 9 او 10 وحضرتك بقى نازل اللي هي الفتره اللي فيها الجو دافي شويه يعني. لكن دي الفتره اللي بيبقى البيك يعني او الهاي سيزون بتاع الاجانب يعني اللي موجود فيها. طب حلو جدا. احنا دلوقتي يا فندم هل نقدر نقيس نسب الاشغال في الاوتيلات بتاعتنا في المحافظه بشكل عام وفي الغردقه بشكل خاص؟ شوف هقول لحضرتك حاجه يا استاذ يوسف، انا مش هقول نسب يعني، ولكن انا هقول لحضرتك حاجه، الحمد لله الوضع الحالي اللي احنا فيه اكثر بكتير قوي ما كنا نتوقع. يعني الحمد لله واحنا في نسب معقوله جدا، ونسب مقارنه بنفس التوقيت دوت السنه اللي فاتت احنا اعلى من السنه اللي فاتت. فالحمد لله الامور ماشيه، وزي ما حضرتك تفضلت وقلت احنا كان عندنا رحله واحده، او لما حصل طبعا الحرب ما بين اوكرانيا وما بين روسيا توقفت الرحلات تماما، وكان بيجي لنا عدد كويس يعني من اوكرانيا، وكان بيجي لنا عدد كبير الحقيقه، احنا كنا بنوصل لحوالي معدلات يمكن 20 رحله في اليوم من موسكو. انقطعت الفترات اللي فاتت ديت، وبعدين بدات تعود بواقع رحله واحده، ثم زي ما حضرتك تفضلت وقلت النهارده بدانا ثلاث رحلات، وان شاء الله قابله يعني باذن الله خلال المرحله اللي جايه للزياده يعني. طيب ده شيء باذن الله رائع جدا. ده بالنسبه طبعا لروسيا، لكن الحمد لله المانيا شغاله كويس برضو، عندنا صربيا شغاله كويس، عندنا بولندا شغاله كويس، يعني عندنا يعني الحمد لله الامور ماشيه. يعني انا من محبي البحر الاحمر طبعا، بس انا احب بصراحه ان احنا ما نلاقيش موطئ لقدم في البحر الاحمر، خلي الناس الاجانب تيجي دولارات ويوروهات تهل علينا ينورونا. يا رب يا فندم ينورونا. اشكرك جدا يا سياده المحافظ، كل الشكر لحضرتك، ربنا يوفقك دايما للي فيه الخير دايما، كل الشكر لسياده المحافظ محافظ البحر الاحمر سياده اللواء عمر. اقول لك ارقام ولا اخدك؟ طيب
الغرفة المطلة على الهرم مش هقول اوتيلات 4866 جنيه، وبعدين في غرفة تانية مطلة على الهرم ب 5370 على الهرم. في غرفة بقى أغلى 5407، أغلى وأغلى 5968، أغلى جدا 6045، أغلى قوي خالص 6548، قوي جدا خالص 6717. أجيب لك بقى أغلى أوضة اللي هي الأوعى دي بقى اللي هي إيه جايبة من الآخر 7278، تقعد كده وحاطط رجل على رجل شامل الفطار اكسلنت بريكفاست انكلودد ان ذا روم ريت، يعني موجود تدفع السبعه وشويه دول وحط عليهم بالمناسبه الضريبه 2108. طيب يعني احنا بنتكلم في 9386 جنيه، 9386 جنيه سعر ادخن غرفه في ادخن اوتيل يبص على الهرم. عارف أغنية بهاء سلطان تعالى دلعك؟ تعالى دلعك في أوتيل يعني الغرفة اللي فيه التي لا تطل على برج إيفل في باريس بكام؟ 1200 يورو لا ترى برج إيفل. أنا بقى هنا سؤالي أنه حتى المقارنة ما بين الهرم وما بين برج إيفل كارثة. هو إزاي ينفع قارن الهرم أعجوبة الأعجيب بالبرج الجميل الظريف الرائع اللي منور باريس أهلا وسهلا؟ لا ما ينفعش أصلا. اتنين، غرفة مش شايفاه بس يعني في الميدان كده، في الأوتيل في الميدان كده. أنا سؤالي ليه ليه يعني إيه الهدف من ورا ده؟ مش الراجل اللي جاي عاوز ينزل في الأوضة دي ويتفرج على الهرم ويتمزج كده ويشرب فنجان شاي شوية قهوة شاي بلبن يقرقض له سميطايا وهو بيبص على الهرم مش لازم يدفع ولا ايه؟ ما انا مش فاهم. انا اتعلمت حاجة متعلقة بالتسويق، يعني زمان لما كنا بندرس اقتصاد لازم بعض المنتجات ايا كانت هي سلعة او خدمة ترفع من سعرها حتى تلاقي إقبالا، فإن أبخست السعر ما فيهاش إقبال على طول السايح بيشك اللي هو الله إيه السعر ده؟ ده واحد. اتنين، ده معناها بالسعر ده إن حضرتك جاي تقول يا جماعة أنا يعني هدي لك غرفة مطلة على الهرم بخمسين يورو، مش هو كده تقريبا؟ استنى أهو كالكوليتر عزيزي السائح المحترم، قول لي على سعر اليورو الجديد. ادي 50 يورو تقريبا يعني، لا اسف 500 يورو معلش اهو 500 على راي حسن حسني على راي سامي سرحان الله يرحمه لا هي أيوة هم ال 50 ايه اللي انا عملته ده 500 يا ابني مش 5000 صح 9841 جنيه 500 يورو. فهو يقعد يفكر كده 500 يورو ابص على الهرم صاحي نايم ب 500 يورو، يعني انا اقعد 24 ساعه باصص للهرم عامل كده ب 500 يورو؟ ايه يا جدعان هو في ايه؟ هو انا ليه ما بقدرش حاجتي صح؟ يعني على سبيل المثال انت متصور مثلا لو شركه كذا 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 الالمانيه التي تصنع سيارات فاخره فجأة نزلت مثلا سعر واحدة من فئتها العظيمة الرائعة اللي بتتباع في السوق ب 2 مليون جنيه فجأة لقيتها ب 500 ألف جنيه، أكيد أنت هتشك ومش هتقدر تشتريها لو حطيت عليها مليون علامة والمصحف هي بس ب 500 ألف، يقول لك لا دي مقلوبة، لا دي معيوبة، لا دي صح ولا أنا غلطان؟ فتاني مش دي الطريقة السليمة للتنشيط ولا الترويج، احنا كده بنبخس البضاعة بتاعتنا. فرجائي رجائي رجائي للناس القائمة على تسعير الغرف الفندقية في مصر، أرجوكم أرجوكم كفاية إبخاس في الأسعار بتاعتنا، أرجوكم سايق عليكم النبي.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ومنتهى التقدير. طيب تجديد قطر الملك فاروق. الملك فاروق بالمناسبة ناس زمان في الملكيات اللي كانت موجودة في النصف الأول من القرن العشرين وما قبله من ساعة ما تم اختراع القاطرة البخارية، فكان يبقى الملوك والسلاطين يحبوا يمتلكوا قطر، ويبقى قطر كده معمول له مخصوص بتجهيزات مخصوصة وحاجات زي كده. ملك فاروق رحمة الله عليه اتجهز له قطر مخصوص. القطر ده اشتغل هما سنتين ويكاد يكون ممشيش، يعني حاجة كده كسر زيرو. وقامت ثورة 1952-23 يوليو، وتم الاحتفاظ بالقطار كما هو في قصر المنتزه بالاسكندرية. الحمد لله والشكر لله تم إعادة تجهيز القطر من أول وجديد. وأظنه بص بقى ده القطر، طبعا ده الصورة الأبيض واسود ودي الصورة الملونة الجديدة، هو نفس القطر بالمناسبة. تيجي تقول لي بس أصل الألوان، أقول لك والمصحف دي أبيض وأسود ودي ألوان، فهو بنفس ألوانه الأصلية كما كان هذا القطر عند تصنيعه. القطر ده هيبقى مزار لطيف جدا، أرجو إن احنا نحافظ عليه احنا بقى كمواطنين نروح عشان نتفرج. أرجوكوا لا داعي لللمس، الاكتفاء بالهمس، اتفرج وأنت مبسوط، ما تحطش إيدك على حاجة على الإطلاق. طب هل هنقدر نحط للناس ايديها في جيوبها عفياجة يعني؟ بص بقى القطر قبل التجديد ده بالمناسبة الإهمال بتاع ما سبق. الحالي هو انك ما بتسيبش الحاجة كده، من الحاجة ما تبصش، الحاجة ما تاكلهاش البرومة، الحاجة ما تاكلهاش الشمس، الحاجة ما ياكلهاش التراب، وتحسن استخدام كل أدواتك. ادي القطر رجع كأنه لسه خارج من المصنع بتاعه زي ما هو. أنا بقى أحب على القائمين أو أرجو القائمين على زيارة القطر ده، يعني الناس اللي هتخلينا نخش وينظموا عملية الدخول وما إلى ذلك، يلبسونا جوانتيات، والله ما بهزر، عشان ما نقعدش بقى نلمس ونبصم ونبطع والكلام من ده يعني. ويسلم لو نلبس كمان كمامات، مش احنا داخلين قطر مغلق نلبس الكمامات. معانا على التليفون الأستاذ تامر المنشاوي الباحث الأثري. أهلا بيك يا أستاذ تامر. اهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. ازاي حضرتك؟ كله تمام؟ بخير الحمد لله. احكي لنا على قطر فاروق، ايه الحكاية؟ القصة في شركة اسمها شركة فيات الإيطالية قامت بتصنيع القطار سنة 1950 وفضل سنتين لغاية 1952 إلى إن قامت ثورة 23 يوليو. عظيم. وبعد كده القطر فضل في المكان زي المكان كده مخصص له في السبتية. بعد كده قامت وزارة النقل وهيئة السكك الحديد بترميم القطار وتجهيزه على أعلى مستوى، وبعد كده بدأوا يجهزوه لمتحف اسمه متحف المنتزه. حلو. متحف المنتزه ده كان المكان بتاعه كان جراج كان مخصص لهذا القطار. عارف انا كان عندنا في جزء في محطه اسمها المحطه الملكيه في قصر القبه. فكان الملك بيستخدم المحطه الملكيه في قصر القبه، وكان بيستخدم المحطه الملكيه في قصر المنتزه. عظيم. فالقطار بعد ترميمه بدأ طبعا تجهيزه وبدأ عملية النقل والتجهيز لغاية لما وصل مدينة طنطا، وطبعا كان مكان طبعا الناس طبعا احتفلت بيه واستقبلته أحسن استقبال، حتى أن وصل بسلام إلى المتحف المنتزه اللي هو هيتعمل متحف جميل جدا وهيتعرض فيه أقدم عربيات الترام في الإسكندرية. الله كمان الله. يعني في كمان اقدم قطار، يعني اقدم ترام في اسكندرية. ايوه. هو اللي عمل الترام في اسكندرية برضو كانت الشركة الطلياني. تمام. والقطار ده مهمته يعني هدفه ان هو ترويج للسياحة، وزي ما حضرتك قلت ان احنا لازم نهتم بالسياحة طبعا، ولازم يتعمل دعاية سياحية على اعلى مستوى. القطر ده طبعا جزء من تاريخ مصر، لان طبعا الاسره العلويه هي اللي بدات فكره ان هي تعمل محطات السكك الحديد. أيوة. لان احنا عندنا اقدم محطه سكه حديد هي محطه مصر. وعندنا برضو محطه الاسكندريه، فهي مرتبطه بالمعلم التاريخي بتاع تاريخ مصر وحضارتها. يعني
يعني هو ما كانش الأسرة العلوية بيني وبينك قوي يعني، كانت القطر اتعمل في مصر لخدمة المصالح الإنجليزية للسيطرة على إفريقيا ليس إلا يعني حتى ما كانش فيه رؤية قوي لدى الأسرة العلوية بفكرة السكة الحديد. لا ننكر أن لهم أمور كثيرة جيدة، أنا ضد فكرة أن احنا نبخسهم حقهم يعني، بس القطر ما كانش من ضمنها يعني، ده كانت فكرة إنجليزية. لا هي كانت جزء طبعا، طبعا لأن الإنجليز طبعا كانوا هم اللي كانوا مشاركين في هذا الموضوع يعني. والله كانت حاجة مهمة. وطبعا كل الشكر كل الشكر والتقدير للقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا على القيام بترميم القطار وانه حافظ على تاريخ وهوية مصر الحديثة، وده شيء في حد ذاته رائع. اولا انا بشكرك جدا استاذ تامر المنشاوي باحثنا الاثري المحترم. انا بقول لك ليه بقى سيدي الكريم ده في حد ذاته رائع، انه الرئيس القيادة بتاعتنا يعني هو مش مشغول بطمس ما سبق على الإطلاق، إن كان فيما سبق في أي مرحلة من المراحل التاريخية أمور جيدة فيجب علينا أن احنا نبرزها ونكبرها ونعليها لأنها جزء من تاريخنا ونستغلها أفضل استغلال ونتفاخر بها. في نوع من الحكام لا يحب ذلك، لا يحب ذلك، بل بالعكس يمعن ويبالغ أحيانا في طمس السابقين أو في طمس منجزات السابقين. الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة مش كده على الإطلاق، على الإطلاق، بل بالعكس أي شيء حصل في عهود سابقة هو جيد بيلمعه ويبرزه ويعليه ويبدأ في أن يباهي به الأمم. ليه؟ لأن هو جزء من تاريخنا، فطالما جزء من تاريخنا براق ومشرق فلنتفاخر به. خد بالك، ودي هنا فروق قد تبدو صغيرة لكنها مهمة جدا جدا جدا. وبص على قصة القطر دي هتفهم أنا عايز أقولك إيه وأحيانا بين السطور. فاصل ونكمل الكلام. طيب انا النهارده لقيت خبر بصراحه هو عجبني. انتوا عارفين كنا يمكن حتى وقت قريب جدا بنتكلم على مساله معدلات الطلاق في مصر عماله بتتزايد وتتزايد. انا فاكر من سنه ولا سنتين قريت انه مصر من اعلى معدلات الطلاق على مستوى العالم، وانا بتكلم على كلمه من اعلى مش اعلى، ان انا ما عنديش رقم يفيد بانها الاعلى. فطبعا هي حاجه مش لطيفه على الاطلاق، وانعكست انما تعكس ان انا في عندي حاجه غلط في البنيان بتاع منظومه الجواز عندنا في مصر، طريقه بقى الاختيار، العلاقات ما بين الزوج والزوجه، واضح ان فيها خلل ما. فكانت المساله انا اظنها من المسائل المخيفه يعني. النهارده لقيت خبر تاني خالص، اولا ارتفاع عقود الجواز لحوالي 76,600 عقد خلال شهر. ماشي، شدوا حيلكم يا اولاد، ربنا يكتب لكم الخير في حياتكم. الاجمل والاجمل تراجع الطلاق. طيب هنا بقى نحاول نفهم. تعالوا ناخد معانا على التليفون دكتور عبله البدري استشاري حقوق الطفل والمراه واستاذ علم الاجتماع. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا استاذ يوسف. ازاي الصحه؟ كله تمام الحمد لله. تمام الحمد لله. بقى انا كنت بقول انه احنا يمكن من سنه ولا سنتين كنا نقرا كتير جدا يقولوا مصر من اعلى معدلات الطلاق وهكذا. النهارده تمام. لقيت خبر بيقول انه في تراجع في حالات الطلاق في مصر، فاستبشرت خير، فقلت بس هنا نرجع للمتخصصين من علماء الاجتماع يشرحوا لنا. افتنا في ذلك يا دكتور. والله هو خبر لطيف، انا بسميه خبر لطيف، لكن هو يمكن ما نقدرش احنا كناس باحثين اجتماعيين نحط له يعني وزن كبير الا لو تم مقارنته بفترات اطول ممكن نقول فيها بتزيد الزواج وبيقل الطلاق. يعني يمكن احب اقول لحضرتك ان مثلا حالات الزواج في العشر سنين اللي فاتوا كانت حوالي 9 مليون عقد زواج و200,000، في المقابل 1,900,000 حالة طلاق.
فهو مش تراجع لحالات الطلاق، لان حالات الطلاق عمرها ما كانت ازيد من حالات الزواج، والا كان يبقى المجتمع منهار او الاسره المصريه تكون منهاره. لكن هي طبعا في ارتفاع، وزي ما حضرتك قلت مصر من اعلى الدول في حالات الطلاق، لكن ما احناش الاعلى وما احناش الطلاق دوت اعلى من عقود الزواج. فعشان كده انا بقول هو يعني خبر لطيف له مسببات كمان، لان احنا لو هنقول ان الموضوع دوت خلال الشهر اللي فات او اللي قبله، فحضرتك ما تنساش ان ده كان فترة رمضان والعيد، واغلب الزيجات بتتم في العيد لان الاجازات بتبقى طويلة، فالعروسين بيقدروا ان هم ياخدوا اجازات يقضوا فيها يعني يستمتعوا بشهر العسل بتاعهم، وكمان بتبقى فرصة لأقاربهم اللي في دول الخليج أو مسافرين أو إيه، لأن أجازة رمضان والعيد بتبقى أجازة طويلة في هذه البلاد، فبالتالي بيبقى فيه مناسبة لطيفة أنهم ينزلوا يقضوا هذه المناسبة مع عائلتهم. فده يمكن كان السبب في ارتفاع حالات الزواج في هذه الفترة بالذات يا أستاذ يوسف. كويس جدا. طيب ده السبب وراء ارتفاع حالات الزواج، رمضان والعيد والناس تتخطب وتعمل كتب كتاب وحاجات زي كده. احنا دايما العيد ده يعني جواز على طول وخطوب. طيب لما الخبر في نفسه هو ذات الخبر يقول انه في تراجع، اظن انه ده معناه انه مثلا بيبقى في معدل شهري بيبقى معمول له، يعني بيتم احصائه، او انه حصلت مقارنه وما بينه وما بين نفس ذات الشهر من العام الماضي فلاحظوا ان في تراجع. لكن اذا كان الامر كذلك، تفتكر يا دكتور عبله ايه السبب في التراجع؟ هو يعني انا لو هقول ان في تراجع لازم اقول ان في معدل او نسبة التوعية المجتمعية زايدة، التوعية الدينية زايدة. ما تنساش حضرتك برضو ان احنا عندنا يعني برامج توعوية كثيرة جدا بيقوم بها الاعلام، سواء على الفضائيات او في التلفزيون الوطني بتاعنا، في برامج دينية محترمة كثيرة. يعني بالحقيقة يعني الحقيقة في الفترة الاخيرة بقى في تحديث للرسالة اللي بتقوم بها هذه البرامج الدينية. حاجة تانية برضو يا أستاذ يوسف، ويمكن مش عارفة تشاركني رأيي فيها ولا لا، توحيد أو إن إحنا القرار بتاع توحيد خطبة الجمعة. حلو. أنت خطبة الجمعة دي زمان يا أستاذ يوسف كانت على حسب الإمام عايز يقول إيه. عايز يتكلم على المرأة، عايز يقول اضربوا الستات، اضربوا الزوجات، أدب مراتك، يعني اللغة اللي كان بيستخدمها بعض الأئمة الأفاضل طبعا، اللي هم طبعا أكيد ما كانوش يقصدوا أي ضرر بالأسرة المصرية، لكن كانت الناس البسطاء بتاخد من كلامهم وألفاظهم ومصطلحاتهم. لا يعني بصراحة دكتور اللي بيشجع على مثل هذه الأمور ولا أفاضل ولا حاجة، يعني ما أقدرش أوصفه بالفضيلة وهو يشجع على الضرب والعنف النوايا كانت حسنة مع بعض الآراء الشخصية اللي هي أو الفتاوى الشخصية. وأنا بعتبر إن إحنا في الفترة دي بقى الفتوى ليها تمن ومش أي حد بيفتي. أنا في بعض البرامج والفضائيات بلاقي مكتوب في البرامج الدينية سطر كده سبتايتل إن هذه الحلقة ليست في الفتوى. بحترم قوي الكلام ده لأن مش أي حد يفتي يا أستاذ يوسف. إحنا عندنا الأزهر الشريف وعندنا دار الإفتاء وعندنا شيوخنا العظماء، هم دول اللي يفتونا. لكن ما يطلعليش واحد بيصلي بالناس يوم الجمعة على عيني وعلى راسي يدينا خطبة تجيب المجتمع كله والناس اللي قاعدة بتسمعه لـ30 سنة ورا. صحيح. وده بيزود العنف في الأسرة، بيزود العنف مع الأطفال، بيزود العنف في المجتمع بشكل عام، وإحنا اسمنا بالآخر خطبة جمعة. صحيح. أنا أتفق معاكي في النقطة دي، وبشكرك جدا دكتور عبلة البدري استشاري حقوق الطفل والمرأة وأستاذ علم الاجتماع. الخبر شكله حلو بصراحة. أنا كل اللي بتمناه إن ما يبقاش التراجع ده مبني على إنه اللي هو إيه، الناس بتتخانق مع بعضها وبدل ما تحل بتروح على مكتبة الأسرة، على محكمة الأسرة، فيبقى عمليا لم يقع الطلاق لكن منظور قدام المحاكم، وبالتالي يبقى في عندي رقميا الرقم يقول إن في تراجع، بس الوضع يقول إنه في مشكلة. لا أتمنى إنه يكون هذا التراجع في الرقم مبني على مسألة الوضع الاقتصادي، إنه يشوف إنه طب أنا مش مطلق
وفي نفس الوقت هروح اقعد في بيت اهلي وهي تقعد في بيت اهلها او اسيب لها البيت واتكل انا او ايا كان يعني، لكن عمليا ما احناش متجوزين ولا حاجه، فيبقى كده اوفر له مثلا يعني. فلا اتمنى انه يكون الرقم، ما احبش انه يكون ما بيعكسش شيء جيد، اللي اتمناه من قلبي انه يكون بيعكس فعلا انه يبقى فيه ترابط وانه يبقى فيه تفاهم وانه يبقى فيه تراجع عقلي وروحي ووجداني عن هذا الفعل اللي من شأنه يهدم بيت وأسرة ويدمر عيال ويفسد علاقة ما بين اتنين كانوا في يوم من الأيام بيحبوا بعض. يعني مش بس مودة ورحمة يا نديم، احنا طول الوقت عاوزين نستخدم مجموعة من الجمل المحافظة جدا. هو ايه المنع ان الراجل يكون بيحب مراته؟ يقول لك ايه بينا مودة ورحمة، العشرة حلوة، وليه ما يكونش بيحبها وبتحبه يعني؟ هو عيب؟ نديم رهيب برضو. كل واحد في بلدنا هتلاقي جواه حتة ياسر برهامي صغير. بس بعدين خلونا نروح للفاصل، وبعد الفاصل نذهب الى لقاء صديق رائع عزيز قديم وحشني من زمان، الباحث المحترم الأستاذ أحمد بان، أحد أبرز باحثينا في الجماعات المتشددة والمتطرفة. يمكن النهاردة عاوزين مش هقولك نحكي حدوتة، لكن نفهم مين هو خيرت الشاطر، مين الراجل ده. فاصل ونكمل الكلام. خليني هديلك مقدمة لن تخل بالسياق العام، وإلا أنه هتفهمك. ضفنا العزيز هو واحد من أهم وأشطر وأبدع وأعمق الباحثين في مجال إن أطلقت عليه الإسلام السياسي أو الجماعات المتشددة أو الجماعات المتطرفة. أنتوا عارفين أنا ضد دائما التسمية بتاعت الجماعات الأصولية دي، ده اختراع أمريكاني جدا كلمة جماعات أصولية. فيعني أنا أدعوك برضو لنبذ المصطلح. وراجل عارف وبيقول إيه بمنتهى الاتزان وبمنتهى الدقة، ضفنا العزيز الأستاذ أحمد بان، منورنا. أشكرك أستاذ يوسف على هذا الثناء العطر يعني. ولا ثناء ولا حاجة، أنا بقول حاجة أقل مما يجب أن توصف بيه. أنا كنت بقول في المقدمة إنه المسألة مش حكاية خيرت الشاطر، المسألة هي إيه قصته، مين هو خيرت الشاطر لو عاوزين نفهمه. يعني ده ولد عمليا كان شيوعي تروتسكاوي، سجن في 68 على خلفية انه شيوعي تروتسكاوي، دخل السجن في 68 خرج العكس تماما، خرج يمين ديني متشدد. ايه القصة؟ يعني تحية لحضرتك وسعيد ان انا يعني بنلتقي بعد هذه السنوات. خيرت الشاطر في تاريخ جماعة الاخوان هو الشخصية الاخطر بعد حسن البنا. بمعنى ان في استعراض كده لاهم الشخصيات التي اثرت في مسيره هذا التنظيم، سنجد ان حسن البنا هو كتب لوائح التنظيم، كتب نظمه، كتب الرسائل المؤسسه، الادبيات الاساسيه، لكن ربما ما يستحق الاحتفاء في شخصيه خيرت الشاطر انه عجل بنهايه هذا التنظيم. بمعنى انه لو بذلت اهم قياداته يعني عشر ما بذلوا خيرت الشاطر ما وصلت إلى هذا المصير. التحق خيرت الشاطر بتنظيم الإخوان في العام 1974. 1974 هي الفترة التي شهدت حراك داخل الجماعات المصرية في ظل مساعي الرئيس السادات، الرئيس الراحل السادات، للعب بورقة الإسلاميين في مواجهة المعارضة أو التيارات اليسارية والقومية. هذه اللعبة كان في هذا الوقت فترة 68، كان قبل يعني فترة السادات زي ما حضرتك أكدت، اعتقل هو لسه طالب صغير 17 أو 18 سنة لأنه مواليد 50. في هذا التوقيت كان توريتسكي بالفعل ينتمي لليسار المصري ويؤمن بمقولاته ومشاريعه، لكن في أحد أصدقائه بعد ما دخل هو السجن، ارتباطه أو تجربة اللي أتاحتها السجون ولقاءه بالإسلاميين غيرت في نفسه بعض القناعات، حتى أنه
صك تعبير لصديقه الشيوعي قال فيه إن القطر اللي هيوصلنا للحكم هم الإسلاميين بنفس التعبير. وقالها هذا الصديق اللي لا أذكر اسمه وأحد الشخصيات اليسارية المصرية في مقال شهير على صفحة فند وفصل هذه المسألة لما سألوا البعض إزاي خارج الشاطر الشخصية اللي بخلفية يسارية لينتمي للتنظيم الطليعي في مرحلة من المراحل يتحول هذا التحول، فقال له أنا ما تحولتش ولا حاجة، ده قطر هيوصلنا للحكم وهنركبه. غواية التنظيم أو فكرة التنظيم السياسي العسكري المغلق الذي يدين أصحابه لقيادة ويسمعون ويطيعون لها، بينما في معظم التيارات السياسية تجد كل شخص قادر على أن تظهر ذاتيته، يتكلم يقول رأيه ويحصل تداول للرأي، إنما فكرة أن يكون هناك قائد وجنود يسمعوا ويطيعوا هذه الصيغة مش موجودة غير في الجيوش النظامية وفي التنظيمات الإسلامية. هذه الصيغة هي التي غوت خيرت الشاطر وربما زينت له أن يكون عضوا في هذه الجماعة، وفي وقت مبكر اتغير الطموح الوظيفي الطموح العلمي والأكاديمي إلى طموح اقتصادي أو تجاري، فبدأ يشتغل في التجارة وارتبط الطموح التجاري بالطموح التنظيمي داخل جماعة الإخوان، واستطاع أن يسيطر على مقدرات التنظيم عبر حلقة ضيقة ممن يسمون بالقطبيين. إيه هم القطبيين؟ القطبيين مجموعة تدين بأفكار سيد قطب الانقلابية اللي هي بتؤمن بفكرة المفاصلة المسلحة مع الدولة ومؤسساتها والقفز على الحكم عبر انقلاب مسلح. يختلفوا عن مجموعة النظام الخاص أو يرتبطوا نفسيا بالنظام الخاص في أن النظام الخاص الذي تأسس في العام 1940 رجاله كانوا في فترة السبعينات خلاص في مراحل عمرية متقدمة وجدوا ضالتهم في هذا الفريق الجديد الذي يؤمن بأفكار العمل المسلح ويدين بأفكار سيد قطب الذي أعطى نفس لأفكار التنظيم الخاص اللي كان حسن البنا بيتكتم عليها، حتى أنه كان بيعمل مناهج خاصة لرجال النظام الخاص تختلف عما يسمى بالتنظيم المدني للإخوان المسلمين، لأنه كان عامل تنظيمين، تنظيم عسكري مغلق سري اسمه النظام الخاص، وهو اللي عمل عشانه رسالة سماها رسالة التعليم. جه بعد كده مصطفى مشهور عمم هذه الرسالة رسالة التعليم على الصف الإخواني في إطار عسكرة الصف الإخواني كله. ده تزامن بقى مع، لأن مصطفى مشهور كما تعلم حضرتك أحد عشر أساس النظام الخاص، فهو اللي اختار مجموعة من العناصر كان منهم خيرت الشاطر، محمود غزلان، محي الدين حامد، صبري عرفة كان من برضو من النظام الخاص، هم اللي كانوا نواة ما يسمى بالقطبيين اللي سيطروا فعليا على تنظيم الإخوان بدءا من العام 1990. وكان أول يقظة من الدولة المصرية لهذا التنظيم الجديد في العام 1995 لما تذكر لما عملوا ما يسمي باجتماع مجلس الشورى اللي هي قضية سلسبيل، وكشفت وقتها وثيقة التمكين اللي كانت بتعكس رؤية هذا الفريق الجديد لعملية الانقلاب على الدولة المصرية والاستيلاء على الحكم. استطاع خيرت الشاطر أن يسيطر على حلقة ضيقة من قيادات الإخوان هي التي أدارت التنظيم حتى وصوله إلى حكم مصر في 2012. بمعنى أن القطبيين الجدد في إشارة إلى هذا الفريق الذي كان يتزعمه خير الشاطر وكان من أعضائه محمد مرسي، محي الدين حامد، محمود غزلان وغيره، وكثر من شخصيات صف تاني أصغر زي مثلا أسعد شيخة، زي أحمد عبد العاطي، كل الشخصيات اللي كل هؤلاء كل اللي كان لهم دور فاعل في المشهد السياسي من 2011 من 25 يناير حتى وصول الإخوان للحكم كانوا رجال خيرت الشاطر، وكان خيرت الشاطر يتهيأ للحكم لولا أن لجنة الانتخابات أبعدته عن
البعض يسأل هل لو كان خير الشاطر مرر أو وصل للرئاسة كان الوضع هيختلف عن الوضع بعد وصول محمد مرسي؟ أنا أتصور أن كان السنة كانت هتبقى 6 شهور. ياه أنه كان يعجل بسقوط سريع للجماعة، لأن هو من عجل بسقوط هذا التنظيم كان خير الشاطر. استبداده بالقرار، الحلقة الضيقة اللي أدارت الجماعة، إهداره لفكرة الرأي داخل مؤسسات الجماعة. لعلك تعلم أستاذ يوسف أن في قضية الدخول لانتخابات البرلمان المصري في 2012 كان السواد الأعظم من الإخوان ضد الدخول بأكثر من 30%. أن ينفعش الإخوان يكونوا غير جزء من المشهد السياسي، لا أن يكونوا كل المشهد السياسي أو جل المشهد السياسي. والكلام بخضع للتصويت داخل ما يسمى بمجلس شورى الإخوان 3 مرات، ودي كانت أول مرة في تاريخ الإخوان أن يتعمل اجتماع عشان يوصلوا القرار، فما يعجبش القرار خيرة الشاطر فيتعاد الاجتماع للمرة الثانية والثالثة حتى يحظى برضاه. حتى أنه بقى خلال الفترات دي كان بيمارس شكل من أشكال الضغوط بالمال والضغوط النفسية والضغوط بالنقاش والتنمر أحيانا على بعض أعضاء وقيادات مجلس الشورى، ودفعهم دفعا للإيمان برأيه أو اختياره. هل التركيبة اللي على ما يبدو كيفما قرأنا أو تابعنا في أحوال أو شاهدنا أيضا في أحوال أخرى زي مؤخرا في شهر رمضان اللي فات، خيرة الشاطر تركيبة واضح جدا إنها ميالة جدا للعنف، شخصية حادة جدا وحدية جدا، يعني إما أنا أو لا شيء. بس التركيبة دي هل تستطيع التأثير على آخرين لاستمالتهم؟ يعني إحنا كنا نسمع إنه في طيارين دايما جوه الجماعة، صقور وحمائم. أنا من أنصار ولا في حمائم خالص في القصة، لكن مثلا كانوا يقولوا عن مرحوم عصام العريان إنه من الحمائم وإنه طيار الشاطر دول طيار الصقور، لكن وجدنا فيما بعد إنه دكتور عصام ومن والاه ذهبوا إلى صف خيرة الشاطر ووقفوا جميعا وقفة واحدة. هل ده كان بالإقناع وبالسياسة ولا بالتخويف والترهيب؟ واحد زي ما كنا بنتكلم زي المهندس هيثم أبو خليل بتاع اسكندرية كتب كتاب قد كده هو اسمه خيرة الشاطر المفتري علينا، وأول ما تشاور له راح. هل تشاور له ترهيبا أم تشاور له ترغيبا؟ ده اللي أنا ما بفهموش جوه هذه الجماعة. داخل تنظيم الإخوان فيه ما نقدرش نقول صقور وحمائم، لكن نقدر نقول بعض الأشخاص الذين كانوا يؤمنون بأن يجب ممارسة السياسة داخل التنظيم، بمعنى أن احنا مش قادرين ناخد التنظيم في اتجاه معين فنحاول نمارس قدر من التقية حتى داخل الصف الإخواني مع هذه القيادات، إلى حد أن أنت التنازل يبدأ ولا ينتهي. يعني المثال اللي حضرتك ضربته عصام العريان الله يرحمه، الله يرحمه، عصام العريان كان عنده ميول إصلاحية. بالمناسبة نحن نترحم على كل الموتى عشان بس نبقى متفقين يعني. كان عنده ميول إصلاحية، هذه الميول الإصلاحية اصطدمت بالقطبيين اللي يعني منعوا ترقيه داخل التنظيم إلى حد أنه حجب عنه عضوية مكتب الإرشاد بفعل هذا الفريق تحديدا، وإلى درجة أن محمد مهدي عاكف هدد بالاستقالة لو لم يتم تصعيد خيرة الشاطر، لأنه كان يحوز الترتيب الأكثر في عدد الأصوات بعد محمد هلال العضو الأسبق في والمحسوب على النظام الخاص. الشاهد أن أنا هرجعك لموقف حصل والإخوان كانوا يقتربون من الحكم في 2012. حصلت انتخابات داخل ما يسمى بحزب الحرية والعدالة اللي وقتها كان الحزب اللي بيتهيأ للحكم، يعني طبعا يعني كان حاز نسبة كبيرة من انتخابات البرلمان 47% مع بقية السلفيين كان وصلوا ل 73% صحيح من البرلمان المصري. في الوقت ده كان في تربيط بين القطبيين على ان محمد سعد الكتاتني يجي رئيس الحزب. طبعا اي حد له علاقه بالسياسه داخل تنظيم الاخوان كان يرى جهود عصام العريان في محاوله تسييس الجماعه
وعمل بناء سياسي أو التحول لحزب سياسي، وكان عنده علاقة بكل النخب السياسية، وكان مقبول، عنده مقبولية ما داخل الأوساط السياسية، فكان هو الأقدر بقيادة حزب الحرية والعدالة. هو كان الأكثر قبولا لدى غير الإخوان، يعني بالزبط. من الليبراليين واليساريين والمصريين كان عنده علاقات قوية، علاقات جيدة جدا، حتى وعلاقات جيدة بالإعلام كمان جدا. فده كان يؤهله أنه يكون أنجح في إدارة زراع سياسي أو حزب سياسي. لكن يبقى أن عنده ذاتية لا يقبلها التنظيم، والتنظيم لا يقبل بأي قدر أو أدنى قدر من الذاتية. لذلك وليه اختار محمد مرسي تحديدا؟ يبقى لأن ما عندوش ذاتية خالص، يعني هو راجل مسلم تماما، يمين يمين شمال شمال. باشمهندس قال، وأنا يعني من هنا بحيي الفنان صبري فواز، لأنه استطاع أن يقترب من العالم النفسي صح لشخصية الرجل، وإزاي إيماءاته ولغة جسده كانت بتعبر عن مكنوناته، أن حتى لو كان أداءه عظيم، يعني لو في ذاتية مش هيسمع، التزامه التنظيمي لن يسمح لها بالخروج. شاهد أن هذه النوعية هي النوعية المفضلة داخل التنظيم. أي حد عنده قدر من الذاتية على طول عجلة الطرد المركزية داخل التنظيم التي يمسك بزمامها القطبيون تستبعده، زي ما حصل مع بن عمر فتوح مثلا. بالظبط. بن عمر فتوح عنده ذاتية، يعني له شخصية أو له خياله الخاص أو رؤيته الخاص. لا، الدكتور بن عمر شايف نفسه المؤسس الثاني للجماعة بعد حسن، وهو وأنه لملم شفتها بعد المحنة التانية. إلى حد كبير يحسب المراقبين أن هو فعلا من أحد من ساعدوا على طبعا إعادة البعث للجماعة، أو إعادة بعث لهذا التنظيم. فجيل السبعينات ده كله اللي كان عنده علاقات بفرقاء الساحة السياسية، عنده علاقة بالسياسة، برضو طلع في فضاء السادات، اللي هو السادات كان فتح، يعني في طبعا فجوة واسعة بين فترة الرئيس الراحل عبد الناصر ورئيس السادات، كان دخلنا في يعني تعددية مقيدة، ثم منابر، ثم يمين ويسار، يعني كنا بدأنا ندخل في تجربة ما صحيح. فدي أتاحت حراك نقابي، حراك على مستوى الأحزاب السياسية والقوى. الجيل ده تشكل كده، الجيل ده عنده مشكلة مع جيل النظام الخاص اللي هو لا يؤمن سوى بالعمل السري، العمل من تحت الأرض، إن التنظيم يفضل تحت الأرض، حتى إن خيرت الشاطر كان لا يخفي أبدا حتى بعد يعني صعود الإخوان في أعقاب 25 يناير إن هو مش سعيد بإن تنظيم الإخوان تجاوز مئات الألوف، وإن الأمر ده خطر جدا على التنظيم، وإن هو يفضل أن يكون التنظيم عدد أفراده 50,000 بس يبقوا كلهم عسكريين يسمعوا ويطيعوا على مستوى معين من التأهيل لفعل عسكري هو بيفكر فيه. وأعتقد الرئيس السيسي كان واضح في الحديث عن مسلسل الاختيار وما خرج من رسائله، في أنه التهديد كان حاسما وواضحا وكاشفا لبنية الرجل الفكرية وقناعاته الشخصية التي صدقتها هذه التسريبات. طيب أنا أستأذنك هروح لفاصل، وهرجع بعد الفاصل هحاول أفهم إيه هو الفعل المسلح اللي كان بينتوي خيرت الشاطر. يعني أنا متذكر كويس بقى، مش بس الاختيار، لكن أنا متذكر كلام الرئيس وهو بيقول على خيرت الشاطر أنه قعد معاه 45 دقيقة وبيشاور، طبعا حتى لا يسجل ليه، فبيشاور بيعمل كده طول الوقت، أصل البلد، أصل هيحصل، أصل إحنا بنحذركم، فبيشاور أنه إحنا هنضرب، يعني ذكي قوي يعني. قال يعني ناصح اسم الله عليه، بيكلم وزير الدفاع بيعمله كده. قلتم إيه الغباوة دي؟ فاصل ونكمل الكلام. يا
يعني كسرا للهام بأقل أهمية، كنت بتكلم مع ضيفنا العزيز أحمد بدء على الفجوة الطبقية اللي ما بيننا وما بين عيالنا. واضح إن في فجوة طبقية مش بس فجوة أجيال يعني، بس هبقى أكلمكم عليها بعدين. خلوني أجدد الترحيب بضيفنا العزيز زوجكم صديقي الرائع اللي أنا أحبه فعلا من قلبي يعني وأثق فيه ثقة غير طبيعية، الباحث المتخصص البارز الواقعي المنطقي في شؤون الجماعات المتطرفة أو المتشددة أو الإسلام السياسي، اختار اللي انت عايزه. هرجع على خارطة الشطر اللي احنا وصفناه بالذكاء البالغ، وهو يجلس مع وزير دفاع مصر آنذاك اللي يشاور كده، فاكر انه كده يعني بيقول سيم ذكي، لكن ايه الفعل المسلح اللي كان بينتوي؟ يعني افهم من ذلك ان كنا هناك تهديد، الكل في مصر كان يتأكد تأكد تام ان الجماعة لن تسكت بحال من الاحوال على 30/6 او على بيان 3/7، لكن بنظرتك المدققة كباحث متخصص في ذلك كانوا هيعملوا ايه؟ شوف حضرتك، خيرت الشاطر كان يتصور في نفسه وكان تتصور في الجماعة انه يملك، يعني أطلق عليه البعض يوسف هذا العصر في إطار ما يسمى، أنا بسميه التصنيم، يعني صناعة الصنم. في خلل كبير قوي في تصور كتير من الإسلاميين عندهم. لو حضرتك تابعت هتلاقي كتير قوي من المحسوبين على ما يسمى بالتيار السلفي أو التيار الإخواني أو التيار الجهادي، خصوصا على مستوى القيادات وربما الأفراد، تلاقي فيه ميل للعلوم الطبيعية، يعني طب، هندسة، صيدلة، هتلاقي الحكاية دي كتير جدا. فالعقلية دي مع احترامنا الكامل لكل هذه المهن ولأصحاب هذه المهن وإسهاماتهم في مسيرة مجتمعاتنا وتنميتها، إلا أنهم صلاتهم بالعلوم الاجتماعية إلا ما رحم ربك تبدو مقطوعة. وبالتالي قدرتهم على النظر للواقع دايما بتبقى خاضعة لفكرة الحدية، يعني يبيض يسود، معادلة لها طرفين في رقم بالضبط. خيرت الشاطر بيفكر بالطريقة دي، ويبدو أن الطريقة دي كانت طروق للطيف المتطرف بدءا من السلفيين للإخوان للجهادين، لأنك لو كنت، وأكيد حضرتك تذكر كويس لقاءات مع بعض رموز التيار السلفي قد إيه كانوا بيثنوا على هذا الرجل. أنا هرجع حضرتك في 2012 عشان أشرح بس خيرت الشاطر كان بيخطط لإيه. كان في هيئة اسمها الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. طبعا. ارجع حضرتك لأسماء أعضاء هذه الهيئة، تلاقي الطيف المتطرف بدءا من السلفيين للإخوان للجهاديين لكل النوعيات جواه. صورة استاد القاهرة في 6 أكتوبر كانت داخل هذه الهيئة. خيرت الشاطر كان بيعبئ ما يسمى بالصف الإسلامي كله أنه حانت اللحظة الحاسمة، وأن الدولة الإسلامية قادمة، والدولة دي لا على إيد حازم ولا على إيد مخيون، على إيدي أنا. خيرت. أنا القادر على أن لاعب هؤلاء العلمانيين والملاحدة واواوا بطريقتهم، لأن أنا جاي من نفس الأرضية، أنا يساري وعارف ألعبهم. فالعلاقات مع محمد الظواهري قائمة. علاقات مع السفيف يوم يوم 5/7 بعد بيان 3/7 بعد البيان. ارجع لاجتماع السلفية الجهادية في سيناء 48 ساعة كانوا بيقولوا اللي كان هيعمله خير الشرق، يعني يتوعدوا الشعب المصري بالويل والثبور وعظائم الأمور نتيجة هذا التخطيط. ونذكر بقى الواقعة بتاعت حياة الخاطف والمخطوف والقصة بتاعت الجنود وغيرها، أمام خط متصل هؤلاء يجتمعون على هدف واحد. لذلك أنا يعني من خلال هذا المنبر المحترم بتاع حضرتك عايز أحذر من أن الدولة المصرية لا يجب أن تخطئ نفس الخطأ مرتين. السماح للتيار السلفي بأن يتمدد من جديد في الحياة المصرية هو كأنهم بيحرسوا الأرض من جديد للإخوان، لأن كل هؤلاء يعملون لدولة واحدة ولتصور واحد. أما أبقى في مدينة زي مدينة الشيخ زايد وفي مربع كيلو متر مربع أتنقل من المسجد ده للمسجد ده، أروح عشان أصلي الجمعة ألاقي الخطيب سلفي، أتنقل من هنا أروح ألاقي الخطيب سلفي، الجامع اللي بعده الخطيب سلفي، إيه الحكاية؟ طب مش في خطبة موحدة وتحت إشراف؟ صرف النظر عن الخطبة الموحدة،
أنا من ميكانيزمات الخطاب، طريقة الخطاب، الأسلوب، الدعاء، في حاجات كتير قوي بتتعمل احنا نعرفها يعني. وفي دعاء كتير ممكن ملغز يعني يفهمه المصلين وهو عارفه بيقول ايه. خدت بال حضرتك؟ فاحنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل ماشي. ايه؟ ماشي. انا فهمت اللي تقصده كويس. يعني هذه رسالة لمن يهم الامر. في النهاية هم يعملون لهدف واحد. خيرة الشاطر كان هذه القيادة المتوهمة لكل هذا الطيف، وبيلعب بكل الأوراق. طيب الوقت اللي أنا فيه ده خيرة الشاطر في السجن وقيد محاكمات على قضايا، إن هي ليست واحدة ولا اثنتان ولا حتى ثلاثة قضايا، وغيره كتير زي محمد البلتاجي إلخ إلخ إلخ. لكن يجي سؤال، وهل انتهت أحلام الإخوان خلاص؟ يعني هل أقدر أقول الإخوان في مصر لم يعد لهم حلم، لم يعد لديهم أمل في العودة بشكل أو آخر، ولا التصور ده تصور خاطئ بالكلية؟ تصور خاطئ بالكلية. حلو، ليه؟ الإخوان جماعة في تقديري يعني أطوار حياتها انتهت تنظيمياً، لكن احنا بنتكلم ان هذه الفكرة قادرة على التمظهر بعناوين مختلفة، وهي اقرب الى الحرباء تتلون بحسب المحيط اللي هي عايشة فيه. النهاردة العالم كله او كل المتابعين بيتابعوا معركة بين ما يسمى بجبهة ابراهيم منير وجبهة محمود حسين. حلو الشو ده، خلي الناس يعني تشتغل، خلي الناس تهتم بيه وتتابعوا عن كثب، وتقول ان الجماعه خلاص انقسمت لثلاث اقسام، مجموعه مع محمود حسين، ومجموعه مع ابراهيم منير، ومجموعه مع محمد كمال. ده عمل كده زي بيان محمد حسن البنا بالتبرؤ من النظام الخاص. ده ولا تبرأ ولا حاجه. ده مشهد كويس قوي. قياده السجون هنا هل قالت يعني مؤخرا كان في كلام عن ان لا خلاص الامور دالت لابراهيم منير؟ مفيش حاجه، لا احنا عندنا مجموعه تنظيميه اسمها مجموعة إبراهيم منير، ومجموعة تنظيمية اسمها مجموعة محمود حسين، والاثنين جزء من دولاب مصالح أموال وعلاقات وأجهزة، ومسألة ماشية، ودي بقت سبوبة كبيرة في ناس عايشة عليها. مش دي قصتنا خالص. قيادات السجون أولا لن تحسم الأمر وتقول أنا مع ده أو مع ده إطلاقا. هتفضل بتحافظ على ما يسمى بالغموض البناء، الصمت. ليه؟ لان ده كويس مفيد، خلي الناس، خلي وسائل الاعلام والاجهزه الامنيه تنشغل بالقصه دي. انا قصتي ازاي استعيد تمظهر جديد، ادخل مساحات جديده، ادور على طرق جديده للنفاذ للمجتمع وللمؤسسات زي ما انا اتعودت. بمعنى ان انت هتبص مثلا تدخل على بعض الجروبات اللي هي موجوده على الفيسبوك. اي ماسك الواحد مراقب او مهتم بالملف ما يعني زي ما بيقولوا ما بياكلش يعني ما بيبلعش، خدت بالك؟ فتلاقي انت عايز تتعب شويه في التحليل، فتلاقي في الوسط كده حد زي يعني بيقول اشاره تؤكد ان هو بيلعب في المساحه دي بتاعت قناعات الناس ونشر حاله من الياس والاحباط والى اخره. شغالين في نيو ميديا كويس قوي، شغالين فيما يسمى بالتنمية البشرية والكويس قوي، ودي لعبة قديمة طالما أتقنوها يعني. شغالين فيما يسمى بالإرشاد الأسري، والناس زعلانين عشان حالات الطلاق بتزيد فبيشتغلوا في الإرشاد الأسري. شغالين حتى في تحفيظ القرآن، يعني يقول لك هنحفظ القرآن بس مفيش حاجة من خدت بالك. ودي مش دعوة للناس ما تحفظش القرآن، لا، وكويس مبادرة الأزهر الشريف في ان هو يتيح مسارات طبعاً محترمه لتحفيظ اولادنا القران، ده شيء يستحق التحيه، لكن علينا ان نكون يقظين، لان هذه الجماعه هي تنظيم سياسي عينه على الحكم، يتوسل بكل الوسائل ويلعب في كل المساحات الممكنه، وسيبقى كذلك، يمارس شكل من اشكال الكمون وبيسيب فريق يلعب بره بالطريقه اللي تخليه يعني ايه بس زي اللي بيسخن عشان لياقته تفضل موجودة. لكن هل تخلى عن الحق؟ أبدا. هل تخلى عن الأحلام؟ أبدا. طيب زمان كان في فراغات
هذه الفراغات سمحت للتنظيم بأنه يملأها، يعني فراغات اجتماعية، يعني فراغات مثلا في النظام الصحي فيعملوا مستوصفات، فراغات في النظام التعليمي فيعمل مراكز للدروس الخصوصية ويوزع ملازم وياخد باله من الولاد، فراغات في نظام الاحتواء الجامعي فيجيب مجموعة شقق بين السرايات وما شبه بجوار الجامعات الكبرى ويأجرها بأقل سعر ممكن عشان يبقى شفت التنظيم بيحبك بالزبط. ولو انت مش في التنظيم شفت احنا حلوين ازاي، ابقى تعالى بقى إلخ إلخ إلخ. هذه الفراغات أصبح واضح للجميع أن الدولة بتملاها، ما أقدرش أقول خلصت تماما كل المهمة، لكن شغالة بقوة وبمنتهى السرعة، وده انعكس يعكس أن الدولة فهم الطريقة. أحسنت. إيه اللي ممكن ينفو أو تنفذ منه الجماعة دي؟ أنا بحيي حضرتك على السؤال ده. الفراغ المهم جدا 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 الذي ستستغله الجماعة هو الفراغ التربوي. الفراغ التربوي بمعنى ايه؟ عملية التربية يعني مسؤولية مؤسسة التربية والتعليم، اللي هي مؤسسات التنشئة، الإعلام، الثقافة، المؤسسات الدينية زي الأزهر والكنيسة، كل ده مساحات أنا أزعم أننا يعني ما قطعناش فيها أشواط تكافئ ما قطعته الدولة في مساحات أخرى. يعني النهاردة أما نيجي نلاقي ديزني بتتكلم عن برامج هتدخل في مساحات لا أخلاقية، كريمة. أما نشوف حضرتك لو بتتابع مؤسسات إعلامية كبيرة زي أنا مش عايز أسمي بتلح على القضية دي في كل البرامج مثلا طول الوقت طول الوقت. خدت بال حضرتك؟ وهي يعني مضرب المثل في المهنية والمصداقية. المساحات دي عايزة حد يشتغل فيها. احنا في النهاية هنبقى خايفين على أولادنا، خايفين على مستواهم الأخلاقي، خايفين على القيم بتاعتنا وأعرفنا. مين بيشتغل؟ هل التعليم النهاردة، هل وزارة التعليم بتبذل جهد في المساحة دي؟ أزعم لا. هل وزارة الإعلام بتقوم يعني متنقلناش احنا لسه من مساحة حديث الروح خمس دقايق لمساحة برامج دينية مختلفة، محتاجين هذا الاختلاف تمكن تمكن لفكره الترقي الاخلاقي. انا عايز وده انا مش انا محتاج اشوفه في الشارع. حضرتك بتشوف في الشارع. في النهايه ستبقى مساحات وثغرات لهذه الجماعه، واتصور ان خطوه الرئيس بالحديث عن الحوار الوطني واطلاق حاله من حالات الحيويه داخل المجتمع المصري قد تكون خطوه في الاتجاه الصحيح. نورت وشرفت وأفدت وأزدتنا وأسعدتني بشكل شخصي إن أنا شفتك. ربنا يخليك. كل الشكر ليك كاتبنا وباحثنا الكبير الأستاذ أحمد بان، الباحث المتخصص بالمناسبة والأمين في شؤون الجماعات المتشددة والإسلام السياسي. دايما أقول لك ليه ما تستخدمش جماعات أصولية؟ دي جاية من المصطلح بتاع فاندامنتلز اللي كان تم صكه في بداية الثمانينات وأواخر السبعينيات في الصحف الأمريكية تحديدا. فاندامنتلز يعني أصولي. هو لا عيب أن تكون أصوليا، والعودة للأصول لا عيب فيها، هي كل العيب في أنك أنت تستخدم العودة للأصول لتمرير أفكار عنيفة أو متطرفة أو متشددة. فأنا دايما عشان كده أقول لك يا جماعة ما تستخدموش كلمة الجماعات الأصولية، اسمها جماعات متشددة، اسمها جماعات متطرفة، اسمها جماعات إرهابية، سميها زي ما تسميها، بس ساعة عليك النبي يا أخي ما تقول أصولية. على كل حال مش دي نقطة الكلام، لكن هيجدد اللقاء بالتأكيد مع ضيفنا العزيز أحمد بان مرة واثنين وثلاثة بإذن الله وعشرة. نورتونا بحسن المتابعة. نستأذنكم إن احنا نختم حلقتنا النهاردة ويكون دقايق معاكم كريم رمزي وبرنامجه الرائع رقم 10. أما احنا لو كلنا العمر بإذن الله سبحانه وتعالى نقابلكم بكرة إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة. سلامات.